احنا هو احنا هو قال نعرف ان النقابات دايما بيكون في انتخابات انا وبيتم انتخاب من قبل الفلاحين وبيتم تعيين النقيب. اولا هو يشكر على اللي هو بيقوله، و عايز اقول لك ان هو يعني يمكن قال ان في انتخابات حصلت وانا نجحت فيها، وبناء على ذلك ما تمش انتخابات تاني لان احنا طلبنا بنقابه مهنيه. نعم. وقلنا اسوه بالنقابات الاخرى سواء التجاريين والمهندسين والممثلين كله. نعم. ليه نقابات طبعا، الا الفلاحين اللي هي اقدم مهنه وكانت احدث نقابه. نعم. فاحنا عايزين تبقى نقابه مهنيه لنا مخصصات ولنا مقرات تتبع الدوله، عشان احنا كنا نصرف بمجهود ذاتي من جيوبنا، وعايزين فعلا يبقى في كوادر وتخدم الفلاح المصري، لان النقابه الفلاحين مش هتبقى مختصه بالفلاح للزراعه فقط لا غير. في جامعات زراعيه بطاقتك مكتوب فيها ايه؟ نقيب عن فلاحين مصر. وهو لا انا ماليش دعوه، انا ما دخلنيش. هو حضرتك بصي احنا دلوقتي فلاح عايز نقيب يجيب. يا فندم يا فندم، هو الراجل كلامه محترم وعلى عيني وعلى راسي، واللي قاله ده كلام كويس الصراحه كان بيني وبين اسامه الجحش. تمام يا فندم. واسامه الجحش هو موجود، والراجل برضه ايقن خلاص ان انا ده حقي. انا معايا ثلاث جوابات. نعم. جواب من ثلاث وزارات. نعم. جواب من وزاره العدل اللي هي مجلس الدوله اللي اشرفت على الانتخابات. تمام يا فندم. جواب من القوه العامله اللي هي كنا نتبعها كنقابات مستقله. ثم تم مجموعه بقى اشتكتني، الكلام ده كان في 2013 تم انتخابي. نعم. في 2017 تم شكاوي لمؤسسه الدوله كلها، المجلس الشعب للسيد فخامه الرئيس، فكان مين اللي يرد؟ ده الشكوى وصلت فخامه الرئيس. هنا اتدخلت وزاره الداخليه. الشكوى ودها وزاره الداخليه، فتم بعد ما حصل الشكوى دي صدر جواب من وزاره الداخليه. بايه؟ بالتحريات. التحريات الامنيه من الجهات الامنيه والمعنيه. نعم. مكتب وزير الداخليه. نعم. محمد العقاري نقيب عام فلاحين مصر، والمستندات موجوده. يعني في مستند طبعا يا فندم من وزاره الداخليه. طبعا يا فندم، وكان ساعتها بقى حسين ده معايا. ايوه يا فندم. ان محمد العقاري. أيوة هو نقيب فلاحين مصر. نعم نعم يا فندم. نعم. واللي اقول انا مسؤول عنه، لو ما فيش مستند طلع الدوله موجوده وتحاسبني على اللي انا بقوله. استمر. حضرتك شايف مين نقيب مصر؟ نقيب الفلاحين في مصر؟ حضرتك رئيس شركة حاصلات زراعية وليك تواصل مع الفلاحين، ويعني أنا عارف إن حضرتك بتجاوب محافظات مصر كلها. مبدئيا أنا بمس على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وعلى أخويا وحبيبي الحاج محمد العقاري وعلى الحاج مصطفى صدام. أنا شايف إن يعني في مفاهيم متلخبطة.